الموضوع ده هنتكلم معاكم عن بواقي الاكل. طبعا دي مشكله كبيره جدا احنا بنواجهها في حياتنا بقالنا كتير جدا وسنوات كبيره جدا وكتيره من عمرنا قضيناها في رمضان، ان احنا بنضيع وبنلاقي كده بواقي الاكل كده في حياتنا ممكن تروح يعني في مكان مش لطيف او ممكن يعني ما نستفدش بيها. عشان كده النهارده عايزين بقى نفكر مع بعض كده احنا وانتم ان احنا ازاي ممكن بواقي الاكل نستغلها في حاجات مفيده ما تترميش، ولا ايه يا رحمه؟ خصوصا في العزايم كمان، في رمضان معروف بالعزايم، يا اما احنا عاملين عزايم يا اما معزومين عند ناس، صح ولا لا؟ كلنا. فبنلاقي بقى السفرات، هي جمع سفره ايه؟ سفرات سفرات او صف... سفر سفر انت ان مفيش اكسجين دلوقتي. المهم انا بحب انكشك. المهم بتلاقي ما شاء الله الخيرات والاكل وكل حاجه، فكمان اللي بيبقى عامل العزومه بيبقى خايف هل الاكل هيكفي الناس، كمان بيبقى في صيام، فعلى طول بنحب نكتر وعادي لو كتر الاكل عادي، بس لو قل هتبقى في مشكله. فطبعا بتفضل كميات كبيره جدا 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 من الاكل على السفره، ولا بعدين هيتحط في التلاجه طبعا ومحدش هياكله، فدي حقيقه. انا معاك. طيب ما تيجوا بقى نفكر كده ممكن نعمل ايه واحده واحده. يعني احنا مثلا انا وانتي قعدنا نتكلم يا جماعه، طبعا كلنا قبل الهوا هنا معانا برضه فريق الاعداد والمخرج باجوري معانا برضه، قعدنا نتكلم كده احنا اكلنا ايه امبارح واول امبارح، وقعدنا نتكلم كده اللي بقى من الاكل من اول امبارح عملناه تاني، صح، اتحط في الثلاجه وعملناه وسخناه تاني وتزود عليه حاجات بسيطه واكلناه امبارح. نفس الكلام برضو ساره جوه بتقول لي انا وحدك هعمل كده النهارده برضو. ده اللي موجود. يعني انا عملت كميه اكل كويسه جدا والاكل عندي الحمد لله مكفي، هزود حاجات بسيطه وهيتسخن وهيتاكل برضو النهارده. نفس الكلام احنا، انا برضو امبارح كان في حاجات اول امبارح موجوده عندنا سخناها تاني واكلناها وزودنا عليها حاجات بسيطه، عشان خاطر ده الاكل اللي على القد، او هو ده اللي احنا ممكن نستفيد منه، ما يبقاش كمان عندنا في اكل زياده وممكن يترمي. احنا برضو يعني هرجع اقول في ناس اولى بالاكل اللي ممكن يبقى زياده ده، في ناس ممكن يعني مستنيه حاجه بسيطه من الحاجه اللي انت ممكن بتاكلها دي، على فكره يعني ما تفتكرش ان الموضوع كده بسيط يعني لا. دي حاجه من ضمن الافكار او فكره من ضمن الافكار اللي احنا ممكن نعملها.